بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدي رسول الله. من نحن؟ نحن رابطة المدربين المحترفين العرب لكرة القدم. هذه الرابطة أنشئت من قبلي، يعني بعد أن شعرت أن هنالك حاجة ماسة جدا لهذه الرابطة من أجل هدف إنساني اجتماعي أسمى، لا يبغي الربح ولا يقبل بالخسارة، لا يبغي الربح المادي وإنما يبغي الربح الإنساني، ولا يبغي الخسارة، يعني لا يبغي أن يكون ذا نوعية هابطة كأسميه هدف لتطوير مجموعة من البشر المحترمين اللي يعملون في مجال كرة القدم. وكان الفكرة الرئيسية اللي راودتني أنه هناك حاجة ماسة لوجود موقف، لوجود رابطة لتقديم الخدمات الفنية للمشتغلين في اللعبة بجانب ما يقدم لهم من دورات تدريبية محترمة، طبعا بالناس محترمين محاضرين على مستوى عالي، سواء من قاري أو من الفيفا أو من المؤسسات الرياضية الأخرى التي تهتم بالبرامج التثقيفية للمدربين. فجت الفكرة وأنشأت الفكرة وبدأت أرد 3 أشهر لأن أجمع عدد من الأعضاء عشان ندعو إلى جمعية عمومية ونؤسس ونتخذ الخطوات القانونية لأن تكون هذه الرابطة رسمية. يعني أنا أكرر أن هذه رابطة من روابط المجتمعات أو المجتمع المدني، هي ليست عائدة لا لدولة ولا لحكومة، هي لكل خارطة الأمة العربية. لذلك وضعنا شعار بأن هذه الرابطة أزالت الحدود بين أبناء الأمة العربية وفتحت الباب أو الأبواب للناس المشتغلين خارج الوطن العربي من المدربين العرب مدربين غير العرب الذين يرغبون في تطوير أدائهم الفني ومهاراتهم الفنية. وبدينا نستقطب عدد من المدربين وسمينا عدد من ممثلي الرابطة بالدول العربية، لكن كان هناك يعني فعل جيد بالنسبة للمشرفين أنه أداموا التواصل مع المدربين وأرسلونا تصنيفات المدربين وصنفناهم وضعنا بطاقة العضوية. بطاقة العضوية مهمة وموجودة على الموقع، بطاقات العضوية لكل الأعضاء اللي منحناهم العضوية باستحقاقهم الكامل. وكان هناك تلكؤ مع بعض الدول العربية، ولذلك أنا الآن أقول أنه يجب أن نستعجل هذا الأمر، لأن إحنا نريد نسوي دعوة لعدد معين من ممثلي الروابط، لأن إحنا الجانب المادي أثر بينا حتى نعلن عن تشكيل هذه الرابطة رسميا ونضع لها البنود القانونية. الرابطة سوف لن تعتمد كليا على شخصي كمؤسس لهذه الرابطة، لا أبدا، أنا رئيس الرابطة صحيح، لكن يجب أن لا تعتمد في محتوياتها علي شخصيا. ومن شروط تجديد عضوية المشارك هو نشاطاته في الرابطة، نشاطاته الفنية، نشاطاته الثقافية، نشاطاته العلمية، ليكون جزء من المجموعة التي تضع على صفحة الرابطة أي
منشور أو أي ارتكل أو أي تعليق فني ضمن حدود الآداب الثقافية والاجتماعية وضمن حدود احترام حقوق الناس. الرابطة لم تضع هاي الصفحة للناس الذين يعني يرغبون في إيجاد مساحة للإساءة للناس الآخرين، هذه ليست لهم، هذه للمدربين العرب المثقفين، مثقفين ثقافة عالية. ولذلك أي إساءة على هذه الرابطة لمدرب أو لفريق أو للاعب أو لجهة معينة لن تقبل، ولن تقبل أي منشورات سياسية أو دينية، لأن هذه الرابطة رابطة إنسانية تحاول تخدم مجموعة البشر، مجموعة من الناس الطيبين اللي اقتبط رزقهم ورزق عوائلهم بعملهم المهني في كرة القدم. فالمقطع الفيديو هذا هو تأكيد وهو تذكير للمشاركين للأعضاء بأنهم عليهم مسؤولية، لأن المشاركة مجانية، عليهم مسؤولية أن يدفعون ثمن المشاركة، وثمن المشاركة هو نتاجاتهم الفكرية التي ستوضع على صفحة الرابطة. بدون نتاجات، بدون مشاركات، تلغى عضوية من منح العضوية، لأننا نحن بحاجة إلى خزين من المصادر العلمية والثقافية والفنية والإدارية لندعم هذه الرابطة ونحولها إلى مصدر من مصادر، مصدر كبير نوعي من مصادر تدوير المعرفة في العالم العربي. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبدأ إخواني الأعضاء في الرابطة بوضع مشاركاتهم النوعية على صفحة الرابطة، ويبدأ الجميع بمناقشة ما يوضع وتطويره والإضافة إليه إن كان بحاجة إلى إضافة، أو الرد بأسلوب مناسب متحضر على الناشر، والعمل كأسرة واحدة في سبيل الارتقاء بالجانب الفني لكافة المدربين العرب. هذا مقطع بسيط وسريع، وأرجو أن يأخذ بالاعتبار أن هذه الرابطة بدأت الآن بالتوسع بشكل كبير، رغم أن هناك كما قلت دعوة للأخوة المشرفين لإرسال السير الذاتية وتصنيفات المدربين، ودائما كل ما نحتاج إحنا صورة ملونة شخصية برابطة عنق، ونحتاج إلى سيرة ذاتية ونحتاج إلى التصنيف. في حال انشغال بعض الأخوة اللي رشحناهم أن يكونون ممثلين عن الرابطة، سنعمل على تغييرهم، مع الشكر الجزيل لهم على قبولهم بالمهمة، لكن البعض عنده أشغال والبعض غير متمكن من بسبب وقته طبعا، مو بسبب قراءته، لأن المسألة لا تحتاج إلى ثواني ودقائق، تحتاج إلى قراءة السيرة الذاتية، وتحتاج إلى وزن هذه السيرة الذاتية وتصنيف المدرب، تصنيف A B C ليكون التصنيف عادل، ويكون التصنيف درجة تتبعها درجة أخرى مرتبطة بتطور المدرب وبحصول على شهادات التدريبية الأكثر وبحصول على عقود التدريب الأحسن وتطور من مستوى إلى مستوى آخر. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برضاه، وهذا أهم شيء في الدنيا. وأدعو إخواني وأبنائي إلى المساهمة الفعالة في دعم هذه الرابطة بالمادة العلمية الجيدة، بالمادة الغير موجودة على النت. وهذه الرابطة سوف لن تنشر أبدا أو تلصق
ما موجود من فيديوهات وعلى على صفحات التواصل الاجتماعي. نحن نحتاج إلى مادة بيور نقية وجديدة ومن أفكار المدرب وبرسم المدرب وبتصوير المدرب، ولا نحتاج أبدا أرجو أن لا يضع أي شخص مواد أو مواقع أخرى. نحن الآن في هذه الرابطة نحتاج موقع رابطة المدربين المحترفين العرب ونتاجاتهم الفكرية، وليست نتاجات الآخرين المتوفرة والتي يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال استخدام الجوجل. أنا موافق، هذا برنامج وهذه يعني واحدة من طموحاتي، هذه الرابطة التي أصبحت شغلي الشاغل بسبب التفاعل الجيد من قبل الأخوة المدربين، والرابطة الآن مفتوحة للجميع واللي يحرجون أو لم يجدون استجابة من قبل ممثلي الروابط في دولهم عليهم أن يخاطبوني مخاطبة مباشرة، وأنا سأقوم بهمة منح العضوية بما يرضاه الله دون تحيز ودون انتماءات. الرابطة لكل المدربين العرب، اقرأ شعار الرابطة، أعتقد كل عربي يقرأ شعار الرابطة اللي يقول إحنا أزلنا الحدود بين الدول العربية، we cancel the borders، شلناها. الرابطة لكم جميعا، كلنا أبناء هذه الأمة. اللهم انصر هذه الأمة بأن تجمعها على كلمة واحدة، والحمد لله رب العالمين.